ضعفه. وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه. من أمثلة ذلك اللي هتيجي برضو الحكاية دي اللي هو الرد ده، حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء. هذا الحديث ضعيف. الإمام النووي نفسه قال يعني إن هذا الحديث يقرب ما يقرب له من 40 طريق، إلا أن كل الطرق ليست فيها ضعيف، فيها نوع من شدة الضعف، ولذلك لم يرقي الإمام النووي هذا الحديث إلى رتبة الحسن، إلا أن الإمام السيوطي جمع طرقه كلها وزاد على الطرق التي أوجدها النووي، وجد في طريق ضعيف يتقوى بطريق ضعيف آخر فرقاه الإمام السيوطي إلى رتبة الحسن. واضح العبارة ولا تاني؟ طيب، حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا بعث في زمرة الفقهاء والعلماء، خلاص هذا الحديث الإمام النووي يقول إيه؟ رغم كثرة طرقه إلا أنه ضعيف، يعني عنده كحافظ الإمام النووي وجد أن طرقه كلها فيها نوع من شدة الضعف يقتضي عدم وجود مثلا إيه؟ كأن يوجد طريقين ضعيفين يرقي بعضهما بعضا، مش موجود. ده هو في نوع من شدة الضعف ألا يرتقي بذلك كل الأسانيد بتاعته، فحكم عليه النووي قال إيه؟ رغم كثرة طرقه إلا أنه ضعيف. الإمام السيوطي جمع طرق أكثر مما وجدها النووي، وجد طريقين يقوي بعضهم بعضا، خلاص، وحكم عليه الإمام السيوطي بالحسن باختلاف الطرق، بس مش الحكم بالطرق، لا، الحكم بالملكة، ملكة الاجتهاد عند الحافظ عند المجتهد، ها، هي ملكة الحافظ عند حافظ الحديث. الملكة هنا أنه يحس الحديث، يحس به، يشعر به. الفقيه بيحس بالحكم بس بذهنه وعقله وقلب، عنده ملكة وسجية وطبيعة تقتضي به إحساس الحكم، خلاص، ودي مش كل واحد تبقى عنده، اللي فقيه النفس ده قليل. وهكذا الحافظ، الحافظ عنده ملكة وسجية وطبيعة يقدر يحس بالحديث إذا كان ضعيف ولا حسن، فلا يكتفي بتعدد الطرق فقط. فالصناعة الحديثية هي بعضهم جعلها، والحافظ ابن حجر في بعض الأحيان يجعلها صناعة حديثية محضة يطبق القواعد كما هي، خلاص، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى الملكة دي الملكة الحفظ، أن يكون حافظا، والحافظ هو ما يندر أن يشذ عنه حديث لا يعرفه ولا يعرف رجال ولا يحكم عليه.